اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات مع محمد اسماعيل او محمد اسماعيل معلومات تكنولوجي. النهارده انا هتكلم معاكم باستفاضه في موضوع انتشر كتير جدا على الانترنت، وهو موضوع الربح عن طريق المواقع والحاجات ديت. انا قبل اي حاجه بدعوكم للاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. مبدئيا انا بقالي كام يوم كده عمال ابص على اليوتيوب على بعض المواقع، فلاقي ناس يقولك ايه خش معانا واشترك وهتكسب والدنيا والدين، ولقيت كمية فيديوهات معمولة على موضوع الربح عن طريق النت. طبعا الواحد لما بيشوف الصورة من بره الله جميل جدا وارقام فلكية وخيالية، طبعا الواحد بص عليهم واكتشف حاجة واحدة بس، ان معظم الناس دي يا اما هم بيشتغلوا الناس يا اما بيشتغلوا نفسهم. فيهم اللي بيشتغل نفسه وبيشتغل متابعينه. لما الواحد دخل وبدأ يشوف المواقع اللي بيتكلم عليها اكتشفت فيها بعض المشاكل. يعني انا مثلا في صورة هوريها لكم واحد كاتبها بالنص كده، لو دخلت دورت عليها على النت هتلاقوا بنفس الشكل ده: الربح من الانترنت مش عارف 2018 واربع ساعات ب1500 دولار. طبعا الكلام جميل جدا، طبعا طبعا في ناس بتستغل حاجة الناس للموضوع الربح او موضوع الفلوس او موضوع الماديات، فبيلعبوا على منطلق النقطة ديت ان احنا نخلي الناس تجري ورا الفيديوهات بتاعتنا. انا في واحد من ضمن الناس ديت، انا دخلت صراحه ورا الموقع بتاعه، هو قاعد يتكلم ان انت لو جبت ريفرنس 400 نفر هتبتدي تاخد رقم خيالي ومش عارف ايه، لغايه لما هو بدا يشرح الموقع ده براند بيرت تايم جوبس. الموقع دوت هو المفترض بيتكلم ان الموقع دوت قوي جدا وبيدي ارقام فلكيه وي وي وي، وبدات ابحث حوالين الموقع دوت اكتشفت ان الموقع في الواجهه بتاعته ان هو صادق صدوق ومصدق. لكن بعد كده لما بدات اخش على المواقع الاجنبيه اللي هي بتحدد المواقع دي نصابه ولا كذب، اكتشفت ان الموقع ده نصاب اصلا. وهوريه لكم حتى اهو بطريقه عمليه، موقع نصاب حرفيا اهو. ناخد بس كوبي عشان بس ايه نوري للناس، لان انا قلت له انا هوريه لك بالفيديو، يعني هوريه الدليل بالفيديو ان كلامه كذب وهو ما يعرفش اي حاجه عن اللي هو بيحكيه. هو واحد يا اما هو شاف فيديو عامل مشاهدات عالية فبدأ يتكلم من هذا المنطلق عشان يجيب مشاهدات لي، يا اما هو واحد افاق وهو مش عارف اي حاجة في اي حاجة. اهو ادي هنقعد قدامكم عمل اهو نفس الرول كله اهو، عشان بس محدش يقول ان انا بكذب او بشتغل الناس. انتر. طبعا هو بيجيب لك دلوقتي الاسماء المتشابهه للموقع ده، فهجيبه الموقع الاساسي اللي هو الراجل شرحه. ادي المفاجاه، الموقع اولا واخد هينج ريسك، يعني موقع سيء او كذاب مش صادق في الكلام بتاعه يخليك تشتغل عليه. طبعا هنا الموقع دوت بيجيب لك البيانات بتاعته، مين صاحبه، مكانه فين، هل هو الناس فعلا بتشتكي منه. طبعا لو بصينا هنلاقي تحت ايه الدنيا شغالة اهو. طبعا كل واحد بيعمل ان هو على اعتبار، يعني كل واحد بدأ يعمل اللي هو النظام الريفرنس. يعني اكتر حاجة هتلاقوها للأسف هتلاقوا العربي، للأسف الشديد جدا محدش بياخد بالكلام دوت غير بعد ما يشتغل بالشهور وممكن سنين، في الاخر اكتشف ان هو اتضحك عليه. سعيهم لكسب المال باي طريقه عامله لهم مشكله. حبيت انوه ان الموقع دوت كذاب، وفي دماغي فكره ان انا ان شاء الله ناوي اعمل سلسله عن المواقع النصابه او المواقع الحراميه، على اعتبار ان الناس تخلي بالها لما تلاقي حد بيتكلم عن الموقع ده تعرف ان هو الموقع ده نصاب او الموقع ده صادق او الموقع ده بيجيب فلوس. طب بيجيب فلوس بعد قد ايه؟ طبعا انا مش بكلمكم ان انا راجل ما شاء الله يعني داخل لي ملايين، انا اولا خدتش ولا جنيه من الانترنت، ولكن اعرف بعض المواقع اللي هي ربحيه للناس، بس دي طبعا ليها بعض المتطلبات الخاصه. ولو حابين اكلمكم عنها وحابين باستفاضه انا عندي استعداد اعمل لكم الدورات دي مفيش مشكله باذن الله. وارجو ما اكونش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.